ابتدت حكايتنا بإنشاء مدينة القاهرة. جه قوهر الصقلي يسبق الخليفة الفاطمي على موقع على مصر بشكل عام، وقرر إنشاء مدينة القاهرة في موقعها الحالي، القاهرة القديمة. كان بعد ما خطط مدينة القاهرة بأسوارها، وعلى فكرة الأسوار القديمة بتاعتها كانت أسوار طينية، بعد ما خطط المكان لقى إنه في موقع لدير كان موجود اسمه دير العظام أو دير العظمة، ده بيشغل مكان هيكون فيه قصر الخليفة. تفاوض مع الأقباط وإداهم مكان تاني بديل ليه، وطلب نقل كل العظام وكل المقتنيات بتاعة الأقباط اللي في المكان ده للموقع الجديد، والموقع الجديد ده هو كان دير الخندق، المكان اللي احنا فيه ده. وكان فيها كنايس، والكنايس دي طبعا بمرور الوقت في كنايس يعني حوالي 10 منهم، اكبر الكنيسة كانت على اسم القديس ماري جرجس. وبعدين في سنه 1404 لما تنيح القديس العظيم الانبر ويس دفن في هذا المكان او في هذه الكنيسه. سنه 43 الحكومه ادت للاقباط منطقه الجبل الاحمر اللي في العباسيه كمدافن بديلة، ومنع الدفن تاني جوه منطقة دير الخندق الأنبر ويس. وهنا نشأ صراع بقى، إنه ابتدت الحكومة تقول إنه بما إن عندناكم مدافن خلاص جديدة، فالمدافن دي خلاص أصبحت للمنفعة العامة. فابتدت الدولة تفكر إنها طالما دي بقت منافع عامة يبقى الأرض دي ملك الدولة. وبتحصل بعض المفاوضات، قام على المفاوضات دي الشهير حبيب باشا المصري، أبو المؤرخة إليس حبيب، عمل بعض العرايض وقدمها واترفعت قضية وكسبناها، وأصبحت المكان مستقر في ملكية الأقباط، وبس كان مساحته قلت تماما نتيجة بعض التنازلات وكده، ووصلت يزيد شوية عن 9 فدان اللي هي المساحة الحالية القائمة. وكان فيها الحبيب المصري كان وكيل مجلس الملي، وقدر ونجح انه يثبت ملكيه الاقباط للارض منذ ايام العصر الفاطمي او من ايام المعز لدين الله الفاطمي. اللي كان فضل بقى لغايه الزمن ده هما كنيستين، كنيسه بقت اسمها الانبر ويس وكنيسه العذراء. في الزمن القديم كنيسه الانبر ويس دي انا ذكرت قبل كده انه كان في كنيسه مرقوريوس، فهي كنيسه الانبر ويس دي كنيسه مرقوريوس، لكن لما دفن فيها الانبر ويس تغير اسمها إلى بدل من القوريوس بقت دير الأنبر ويس، واستمر الاسم ده في يعني على طول، نلاقي حتى كتير من المؤرخين ذاكرينها باسم دير الأنبر ويس. إيه اللي مدفون بقى في المكان؟ مدفون جوه مكان كنيسة الأنبر ويس 4 بطاقة. أيام البابا يوساب ابتدت تبنى مباني، في البنى مبنى كبير اللي هو حاليا موجود اللي فيه المسرح، والمسرح حتى سمي باسم القاعة اليوسابية، وافتتحه البابا في سنة 1953. وفعلا أصدر قداسة البابا قرارا سريعا بنقل الكلية الإكليركية من أرض مهمشة، من منطقة مهمشة في الشرابية، إلى منطقة الأنبر ويس. وفي عهد قداسة البابا يوساب الثاني، بابا الإسكندرية والبطريرك 15 بعد المئة، قام البابا بنقل مبنى الكلية الإكليريكية عام 1949 من منطقة مهمشة بالقاهرة إلى أرض دير الأنبر ويس، وكانت الإكليريكية وقتها داخلية. ما كانش موجود في المنطقة دي كلها غير كنيسة الأنبر ويس اللي احنا قاعدين فيها، وكنيسة العدلة كانت جنبها، مكان السلالم اللي طالعة الكاتدرائية، والمبنى بتاع الكلية الإكليريكية اللي ورانا، لأن ده كان مبنى داخلي للطلبة بتوع الإكليريكية. الإكليريكية كانت في مهمشة ونقلت إلى المكان ده اللي فيها. كان المبنى ده مبنى عام للأنشطة وللشباب، وإحنا كنا بنعمل فيه لقاءات للشباب قبل الإكليريكية ما تروح. بعد كده جت الإكليريكية، كانت في مهمشة، وبرضو نقول هنا كلمة الحبيب جرجس وتكريمه وجسده هناك. وبعد كده اتنقلنا إلى
الأمبرويس، الكليركية نقلت أمبرويس وما زالت في الأمبرويس. كمان في معهد الدراسات القبطية في المنطقة، وفي معهد الرعاية في المنطقة. الكنيسة فوجئت إن الدولة عايزة تستولي عليه وتحوله كلية طب، فطلع يجري أنبا صوميل بأقصى سرعة. والكليركية زمان كانت موجودة في مهمشة، فنقل الطلبة بسرايرهم بهيصة كده وجابهم وقعدهم في المقر عشان يثبت وجود أو المقر ده ما حدش يقدر يستولي عليه. وبالطريقة دي اتحفظ المكان وبقى الطلبة الإكليريكيين يقيموا فيه، والدراسة في مدرجين في نفس المبنى. بدأت فكرة العمران بأرض الأمبرويس عام 1962، حيث أنشأ قداسة البابا كيرلس السادس أسقفية المعاهد الدينية والتربية الكنسية، ورسم لها نيافة الأنبا شنودة في 30 سبتمبر عام 1962. معهد الدراسات القبطية كانت صورة مشرفة جدا جدا في الفترات دي. في أوقاتنا وأنا كنت ماسك مع نيافة الأنبا غريغوريوس وكنت سكرتير معهد الدراسات القبطية، كان كل أسبوع محاضرة يلقيها أحد الباحثين والعلماء المصريين والأجانب وباللغات المختلفة، بيحضر فيها عدد كبير جدا من المثقفين والمتعلمين والمستوى الثقافي العالي، وكان بتلقى فيها المحاضرات باللغات الأجنبية. فرحة كبيرة بعودة رفات الشهيد مار مرقس الرسول إلى مصر، وذلك مساء يوم الاثنين 24 يونيو عام 1968 إلى الكنيسة المرقسية بالأزبكية. وصل البابا كيرلس السادس إلى السرادق المقام بأرض الأمبرويس، وتعانق الرئيس والبابا عناق المحبة والصداقة. وفي السرادق المقام للاحتفال بوضع حجر الأساس لبناء أكبر كاتدرائية في الشرق باسم القديس مار مرقس الرسول كروز الديار المصرية، قام نيافة الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج والمنشاة وسكرتير المجمع المقدس حينئذ ليلقي كلمة قداسة البابا، والتي أعلن خلالها رسمياً أن احتفال الكنيسة بافتتاح الكاتدرائية سيكون عام 1968، وأنه سيكون احتفالاً عالمياً بمرور 19 قرناً من الزمان على استشهاد القديس مار مرقس الرسول. ألقى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كلمته الرائعة والصادقة المعبرة عن مشاعر الحب والوطنية، والتي أكد فيها على أن الأديان تنادي بالمحبة والمساواة، وعبر عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر أساس الكاتدرائية الجديدة. الإمبراطور هيلا سلاسي إمبراطور إثيوبيا عند وصوله إلى القاهرة في زيارة للجمهورية العربية المتحدة، كما كان في استقباله السيد حسين الشافعي نائب الرئيس والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة وسفير إثيوبيا في القاهرة والسيد كمال هنري بادير رئيس بعثة الشرف. ومر العاهلان على المستقبلين من السادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط القوات المسلحة ورؤساء الكنائس ورجال الدين. ده وضع الحجر الأساس بتاعه سنة 65، وبدأ حفر الأساس سنة 67، وتم افتتاح الكاتدرائية في سنة 68.
قابلت أخيرا مع البابا في منزلي في بناء الكاتدرائية، وأن الحكومة مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع، ولم يكن قصدي من هذا فعلا المساهمة المادية، فالمساهمة المادية أمرها سهل وأمرها يسير، ولكني كنت أقصد الناحية المعنوية. طبعا الكاتدرائية دي تاريخ مشرف جدا للكنيسة وللوطن، لاني بترجع الى عهد البابا كرولوس السادس وعهد جمال عبد الناصر، ودول عهدين يعني لهم في التاريخ الكنسي والوطني دلالات كبيرة جدا. كان الهلال في قلب صليب، ولا شفنا حزازات في بلدنا، ولا شفنا ديب بيطارد ديب، ولا جرس خاصم مدنا، وحدنا صوت عبد الناصر. كان قبل كده يعني جه جمال عبد الناصر اكتر من مرة والتقى بالبابا كرولوس، وكان في بينهم محبة كبيرة جدا، وأنا طبعاً عاصرتها بنفسي. يعني مرة البابا كرولوس رايح يشكر الرئيس عبد الناصر على التبرع للكاتدرائية، هو تبرع ب100,000 و50,000، فراح البابا عشان يشكره، فقال له لأ ما تجيش الرئاسة، تعالى البيت، أنا عايزك في البيت. وقال له خلاص، راح له البيت فاستقبله طبعا في المكتب بتاعه وبتمنتهى الترحيب والتكريم، وكان معاه أسقفة كتير، وبعدين دردش معاه كتير، وهو شكره البابا كرولوس على التبرع اللي قدمه للكاتدرائية. فهو قال له لا أبدا، ده حاجة بسيطة. يوم 26/4 احتفل بأول قداس إلهي يقام في الكاتدرائية القرقسية الجديدة برئاسة البابا كيرلس السادس طبعا، وجميع مطارنة وأساقفة الكنيسة ورؤساء الكنائس اللي اشتركوا معنا في الصلاة، اللي هم الكنائس المتفق معنا في الإيمان، كنيسة أنطاكيا وكنيسة أثيوبيا وكنيسة الهند السريان والأرمن، دول اشتركوا معنا في الصلاة. أما بقية الكنائس التانية فكانت بتحضر هذا الاحتفال الكبير. وطبعا كان رفات مرموس موجود، وبعد ما خلص القداس حمل الصندوق الذي يحتوي على رفات القديس العظيم مرموس، وجم هنا في هذا المزار الذي أعد خصيصا لوضع رفات مرموس فيه. والمبنى بتاع المزار ده يقع تحت الكاتدرائية أسفل الهيكل الرئيسي الكبير، على حد تعبير المتنيح أبونا بشوي كابي لما يقول أن مرموس كان يشعر بالغربة طوال 11 قرن، والآن يشعر مرموس بالفرح لأنه في وسط أولاده.
والدي راح في وضع الحجر الأساسي لها، ثم بعد ذلك لما انتهت هذه الكاتدرائية وتم افتتاحها ودعوة الإمبراطور هيلا سلاسي لهذا، أنا وقتها سألت اشمعنى الإمبراطور هيلا سلاسي؟ قالوا إن أصل الكنيسة الحبشية كانت تبع للكنيسة الأرثوذكسية المصرية في ذلك الوقت. أولاً مش البابا اللي طلب بناء هذه الكاتدرائية، يعني أنا كنت فاكراه هو اللي طلب، لكن وجدت في خطاب وضع حجر الأساس والدي بيقول إن لا، هو اللي قال للبابا إنه عايز يعمل هذه الكنيسة على حساب الحكومة المصرية، وحتى قال إن الحكاية مش حكاية مادية وإنما الناحية المعنوية أهم بكتير. وأنا دايماً بقول الكلمة دي، إنه في بلد زي مصر اتحرق فيها 75 كنيسة والمسيحيين ما قالوش كلمة، ولما جه الرئيس السيسي كلهم وقفوا وراه، دي موقف قومي يجب أن يظل إلى الأبد في بلد. كانوش ماسكين ايد بعض، هو والدي كان ماسك ايد البابا كرر، وهو كان بيكن له احترام كبير جدا. وانا فوجئت الحقيقه وانا يعني بشتغل في عمليه التوثيق بالنسبه لوالدي، وصلت لغايه سنه 68، فكان في اجتماع مجلس وزراء في مارس 68، بصيت لقيته ابتدى وقال بابا كان، انا كنت وعدته ب 100,000 جنيه عشان يعملوا الكاتدرائيه، ولكن يظهر مش قادرين يخلصوها وعايزين حوالي 50,000 جنيه على اساس شركه المقاولات، يعني شركات المقاولات ما توقفش، متهيألي يعني 50,000 جنيه برضه مبلغ بسيط، دام ابتدوا في بناء الكاتدرائيه مش ممكن ونديهم التبرعات يعني 50,000 جنيه، يعني بيبقى حاجه بالنسبه لي. هو الرجل باستمرار الحقيقة مواقفه طيبة ومواقفه كويسة جدا. وفي 9 من مارس عام 1971 تنيح البابا كيرلس السادس، وألقى محبوه نظرة الوداع عليه في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، وتمت الصلاة على روحه الطاهرة بالكاتدرائية الجديدة بالعباسية. نياحة البابا كيرلس، هو اتنيح وكان جسده موضوع في المرقسية الكبرى، وبعدين اتنقل راح ماريمينا حسب الوصية بتاعة البابا كيرلس. وفي يوم عيد نياحة القديس الأمبرويس في 31 من أكتوبر عام 1971 تمت إجراءات القرعة الهيكلية واختيار البابا شنودة بطريركاً للكنيسة القبطية، وذلك باسم البابا شنودة الثالث، وجلس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في 14 من شهر نوفمبر عام 1971. بابا وبطريرك وسيد الكرازة المرقسية إزمارات جاتي منو جنيف الجيزة كريستوس بن شويد. كان وقتها برضو البابا شنودة مقيم في المرقسية القديمة لغاية ما تبنى المبنى بتاع المقر الباباوي دون وجه هنا، وبعدين كان بيعمل الاجتماع الأسبوعي بتاعه الأول في القاعة المرقسية، وبعدين اتنقل بقى في الكاتدرائية الكبيرة. اهتم قداسة البابا شنودة الثالث بتشييد منارة الكنيسة، وتم تركيب الأجراس التي سبق وأهداها الفاتيكان للكنيسة القبطية في عهد البابا كيرلس السادس،
وتم تشييد الكثير من المكاتب حول المنارة، وتم بناء المقر البابوي غرب مبنى الكاتدرائية. زار الرئيس السادات في أكتوبر عام 1977 المقر البابوي ومعه مرافقوه ومنهم نائبه محمد حسني مبارك، وذلك لوضع حجر أساس لمستشفى مار مرقس. ولكن هذا المشروع لم يكتمل، وأثناء الزيارة استأذن الرئيس السادات قداسة البابا ليصلي مع مرافقيه. لما حصل التحفظ وحصروا الدير وبتاع، أنا كنت على اتصال بألبير برسوم سلامة الوزير القبطي، وكان يعني في كده ود بينا، بحيث انه يسألني يا عم نعمل في دي نحل يعني زي كده. طبعا قلت له ايه اللي بيحصل ده مع الوزير ده هيقلب الأقباط في العالم كله. قال لي ما احنا عايزين نشوف نتدارك الموضوع ونشوف نهدي الدنيا. كان السادات بقى يعني ايه واخد موقف عنيف من بابا. فخدت ألبير برسوم وروحنا قابلنا البابا يعني، وكلمنا وكلمه وقال له يعني يعني عشان نلم الدنيا بقى وينزل. كان هو معتكف بقى في الدير، فطبعا لما اعتكف في الدير الدنيا تقلبت، الأقباط في كل حتة في العالم ما صاروا. قال له في مشكلة، فقال له كفاية كده ونلم الدنيا وبتاع. ويمكن أنا ساهمت شوية برضو مع سيدنا، قلت له سيدنا ما هو الحاجات دي ممكن يبقى لها مضاعفات على أولادنا، الأفضل إن احنا نرجع وترجع مكرم وكرامتك ومفيش حد. فهو وافق ونزل. طبعا لما نزل ترجت الدنيا وبانت شعبيته ازاي، ان الدنيا كلها مسلمين وأباط احتفلوا ونزولوا، كانت الارض مرشاة بشر. فنزل بقى ورجع للكرسي بتاعه ومشيت الامور يعني. في زمن البابا شنودة تتعمل المنارة وتعلق فيها الاجراس اللي كان سبق قلنا ان جايلنا هدية، ابتدى يتعمل مقر الديوان الباباوي، ابتدت الانشاءات تزيد في هنا. ومع بدايه رسامه البابا شنوده نقل المقر بتاعه من المرقصيه القديمه في كلود بيه الى الكاتدرائيه هنا هوت او الى منطقه الامبرويس، واتعمل المقر الباباوي في زمن البابا شنوده، اتعمل زي ما قلنا الديوان الباباوي اللي هو الحاجات الاداريه، اتعمل بعض الكنائس. ومن أهم حاجة بقى لو تفتكروا أنا قلت إنه في كنيستين كانوا في الموقع ده، كنيسة الأمبرويس وكنيسة العظم. التصميم اللي اتعمل كان في ضرورة لإزالة كنيسة العظم، وفعلا أزيلت كنيسة العذراء، كان مكانها هي سلالم الكاتدرائية الحالية. بعد كده بقى كم من الإنشاءات في المكان هنا، زي مثلا المركز الثقافي القبطي، زي الانشاءات اللي اتعملت في اسقفية الخدمات وغيره وغيره، لا يتسع يعني الكلام ليها، بس كانت كل الكلام ده بدون ما يتعمل شيء جوهري جوه مبنى الكنيسه الكاتدرائيه. كان في اتعمل شغل للصوتيات، اتعمل شغل للتكييف في زمن البابا شنوده، اتعمل بعض الديكورات الجزئيه، اتعمل حجاب الكنيسة اللي فوق الخشبي وزينه بأيقونات. كان الفنان يوسف نصيف وزوجته بدور لطيف قاموا بعمل الرسومات بتاعة الأيقونوستانوس، حامل الأيقونات، الرسومات المعلقة اللي كانت في حضن الآب. لكن اتعمل جزء مهم جدا في عصر البابا، كان تيجان الأعمدة اللي عملها عمال أجانب من الهند وباكستان، اللي هي معمولة على بشكل راس الأسد. المهم الكلام ده كله، لكن من غير ما نوصل للشكل النهائي للكاتدرائية.
مرة كنا قاعدين في لجنة البر وفي واحدة مسؤولة بره على الباب بتدخل. فمرة واحنا قاعدين في اللجنة سمعنا واحدة بتزعق، فقال له روح شوف في ايه بره. فراح ورجع قال له يا سيدنا دي واحدة سيدة يعني غلبانة شوية يعني، بتقول عاوزة 16,000 جنيه لأني كانت مريضة راقدة في السرير ما بتتحركش، وأخدت حقنتين ب8,000 ومش قادرة تكمل الباقي، محتاجة 16,000 جنيه عشان تكمل علاجها بس. فراح فتح عنده هو شنطة كانت صغيرة كده للحالات الطارئة، وفي شنطة كبيرة للحالات المدروسة، بيبقى كان كل أسبوع تقريبا ياخد 8 حالات، لكن كان في حاجات بتيجي مفاجأة زي دي بس. فقال له يا سيدنا محتاجة 16,000 جنيه، فراح فتح شنطته الصغيرة دي طلع له 24,000 جنيه. قال له يا سيدنا دي هي طالبة 16. قال له لا مالكش دعوة اديها 24,000. فلما طلع اداهولها الست قعدت تزغرط ودموعها كده، حكينا الباشمهندس دموعها كده على خدها بتقول له انا كنت شاريه حقنتين ب8,000 سلفاهم ومش عارفه اسدد ثمنهم. يعني هي طلبت 16 بس هو حس ان هي في 8,000 محتاجاها فاداله 24,000. قعدنا بقى نسقف في اللجنه بعد ما كل الحالات تخلص، الحالات الاستثنائيه والحالات المدروسه، ويروح قلب لنا الشنطه بصوا اهي ولد، وكأني محطوط بالظبط على قد اللي كان مطلوب. يعني كنا بنصلي هنا في الأمبرويس، ما يعني ما أقولكيش القداس بتاعه كان شكله إيه. طول القداس كان دموعه. البابا شنو ده خلى المحاضرة بتاعته الأسبوعية اتنقلت، كان زمان بيديها في القاعة اليوسابية اللي سميت بعد كده المرقصية بعد عودة رفات ماري موس، كان بيدي فيها المحاضرة بتاعته للكليركية وللشعب، وإلما كبر العدد نقل إلى وللشعب، وإلما كبر العدد نقل إلى الكاتدرائية المرقصية. فواظب قداسته على المحاضرة الأسبوعية كل يوم أربع لغاية النهاردة، وحتى قداسة البابا تودروس الثاني أدام راح حياته وحفظه أيضا يواصل نفس المنهج في العزة الأسبوعية تكون من الكاتدرائية من الكنيسة المرقصية أيضا. فده ثبات المحاضرات يوم الأربعاء ده شيء مهم. كمان كل أو أغلب كل رسامات البابا من الأباء المطرنة والأساقفة كانت في الكاتدرائية في المرقصية، فده حدث مهم لأن الأباء المطرنة والأساقفة والكهنة دول اللي بيعملوا الخدمة، وده عنصر أساسي في حياة الكنيسة الرعاية والخدمة. الأنشطة كانت قوية وشغالة بالأساقفة، يعني كان موجود الأنبا موسى وده تم رسامته بيد البابا شنودة الثالث. الأنبا موسى ليه نشاطه الحيوي مع الشباب والكتب اللي بيطلعها والنبذات والمؤتمرات والحاجات دي كثيرة جدا، فكانت عاملة نشاط وليها أثر كبير في الكنيسة ولحد دلوقتي. من ضمن الأحداث اللي الواحد ما يقدرش ينساها أبدا أن البابا في فترة كده كان أيام القضية الفلسطينية ومشكلة فلسطين، وكان حتى الرئيس الراحل ياسر عرفات كان محبوس وإسرائيل يعني كانت من ضغط عليها. فجي البابا في يوم أربع عمل مؤتمر شعبي ومؤتمر كبير متضامنا مع الرئيس ياسر ومع القضية الفلسطينية، وحتى تكلموا بالتليفون مع الرئيس ياسر في الكاتدرائية، فده حدث برضو ما نقدرش ننساه أبدا. صار
شهدت الكاتدرائية الصلاة على جثمان البابا شنودة وألقى الآلاف بل الملايين نظرة الوداع الأخير عليه، وكانت جنازته في موكب مهيب. يا أحبائي، إن الكلمات تعجز عن أن نصف حبيبنا وقائدنا وأرينا الذي تربينا على يديه. لقد ترك لنا مثالاً في القيادة، كان موسى النبي في عصره، كان يشوع في عصره، كان نحمية، كان يوحنا المعمدان، كان بولس الرسول. إن قيادته أثرت في العالم كله، إن قيادته الحكيمة جعلت أولاده يؤمنون بصدق الوحدة الوطنية، فكان قائداً للوحدة الوطنية في وطننا. إن الكلمات يا أحبائي لا تعبر عن حقيقة هذا المحبوب. بعد نياحة البابا شنودة تولى أمر الكنيسة ليصبح القائم مقام حتى نوفمبر عام 2012 نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية. وقعت القرعة الهيكلية على الأنبا طاودروس أسقف عام البحيرة في 4 نوفمبر عام 2012، وفي 18 من نوفمبر من العام نفسه تمت مراسم تجليسه بالكاتدرائية في احتفال ضخم. وتجمل بها الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. وضع على رأس تاجا من حجر كريم وحياة صالحة. سألت فأعطاني كل حين. كان انقرائي كيسكوس هوناسكون إيرونون. كان قداسة البابا طاودروس قد أعلن في نهاية عام 2015 عن أعمال التطوير والتدعيم والتجديد بمبنى الكاتدرائية. تم عمل مسابقة فنية بين الفنانين، وتمت خطوات كثيرة تم ترتيبها بمشاركة شركات كبيرة، شركة أوراسكوم وشركة أيوب. التكليف اللي جالنا ان سيدنا قداسة البابا طاودروس الثاني فكر ان هو يطور الكاتدرائية ويخليها يعني بصورة تليق بالكنيسة القبطية، انها تعتبر هي مركز الكنيسة القبطية في مصر. فابتدى التفكير بسيط جدا، ان هم يرسموا ايقونات ويلونوا الكنيسة بالايقونات ويرسموا الجداريات. فكان تفكيرهم كله كان منصب على القبة والهياكل. اختير للعمل هيبقوا 6 مجموعات هتشتغل جوه الكاتدرائية هنا في الهياكل الشرقية في الجوانب في حمل الأيقونات وفي الجوانب وفي خلفية الكنيسة، وطبعا هيبقى فيها شغل كمان من بره. فهيبقى في سقالات كتيرة هنا وفي الهيكل. فاحنا هنوقف الاجتماع فترة لغاية ما موضوع السقالات ده يخف شوية، لأن مش هيبقى مناسب إن الاجتماع يبقى من الكنيسة. فإحنا هنتوقف من الأسبوع الجاي علشان بدء هذا المشروع اللي أرجو أنكم تصلوا له، وأرجو أنكم تدعموه، وأرجو أنكم لو واحد له أي ملاحظات يقدمها، بحيث أن الكنيسة بنعمة المسيح أو الكاتدرائية، كاتدرائية الأم دي تكون صورة رائعة بنعمة الله. إذا أراد ربنا وعشنا في عام 2018 وإحنا بنحتفل بمرور 50 سنة على إنشاء. قداسة البابا طاودروس الحقيقة من نوع المنظم جدا، وعنده فيجن ورؤية لسنين قدام كتير. فهو كان عارف إن 2018 هيكون العيد اليوبيل الذهبي
احنا الكنيسه هتحتفل بخمسين سنه للكاتدرائيه. فمن 2014 ابتدينا نفكر في الموضوع، فابتدى يفكر طب احنا عاوزين نعمل ايقونات، عاوزين يعني الكنيسه تبقى شكلها جميل ولائق بكاتدرائيه الاقباط الارثوذكس اللي بتمثل يعني الاقباط في مش بس في مصر، في العالم كله. بنحتاج ان احنا نطلع احسن حاجه في اقل وقت، فبالتالي كان بنحتاج دايما نضغط، نعمل ستريس عالي على الناس عشان تقدر تنجز الموضوع ده. فكنا بنوصل، احنا شغالين، في ناس كانت بتوصل تشتغل 24 ساعه يعني، بحيث تقدر يعني تحقق تايم كويس باعلى كواليتي. فكلفوا شركه اوراسكوم انها تدير المشروع، لان الشغل على الارتفاعات العاليه دي فيه من المخاطر اللي ما فيش اي شركه تقدر تشتغل وتتحمل، ما عندهاش الامكانيات انها تتحمل المخاطر على الارتفاع العالي ده. طبعا استخدمنا مجموعه من الفنون القبطيه المشوهة واللي هي بتحمل قيمه فنيه عاليه، زي الفنون برضو استخدام الموزايك، استخدام الازاز المعشق، استخدام الاخشاب بكل انواعها والنحت عليها والتعشيق والكلام زي كده، الجدايات، الاعمال النحت والحليات عموما، وده كان في البن في سواء على المستوى الداخلي للمبنى او مستوى الواجهات، موضوع الجي اي سي وتاكيد الكتل بمجموعه من الحليات والاشاره لنقط معينه واماكن معينه، تاكيد المداخل، تاكيد النقط اللي هي ممكن تضفي جمال وتدي قيمه للمبنى اعلى مع الحفاظ زي ما قلنا على القيمه بتاعته، بس باساليب جديده وبماتيريالز مختلفه جديده برضه واحدث. كان الفكر في الاول ان احنا هنعمل ايقونه الكاتدرائيه، وده كان المشروع اسمه ايقونه الكاتدرائيه. لما جينا نعمل ايقونه الكاتدرائيه ابتدينا، لان الموضوع بحر واسع قوي من الحاجات عايزه تتعمل، اكتشفنا حاجات كتير جدا عايزه تتعدل وتتصلح، فابتدينا نعرض الافكار على قداسه البابا وابتدينا ايه نشتغل فيها. ما كانش ينفع ان الرسم يبقى موجود من غير اطارات حواليه، اللي هي بنسميها بالبلدي بنسميها الكرانيش. الكرانيش دي في منها نوعين استخدمناها في الكنيسه، في نوع اسمه جي ار بي، في نوع اسمه جي ار سي. الجي ار بي ده مش مقاوم للعوامل الجويه، فبنستخدمه جوه الكنيسه، بنرسم بيه البرواز اللي الصوره بتتحط جواه. الكرانيش دي بتبقى ليها تصميم خاص، ليها التصميم النباتي والصلبان القبطي وعلى ايد العنب اللي هي تمثل الكرمة. اول ما بدات هنا بدات في الجي ار بي داخلي، ده على التكييف، كسوة على التكييف عشان ما بانش التكييف، والشمبرانات والبراويز اللي على فولت السقف كله، والبراويز اللي على السقف كلها انا اللي عاملها، وتحت القبة، القبة واللي تحت القبة وكل ده انا اللي عامله في الكدرية من الداخل. لكن بالنسبة للكدرية من الخارج الجي ار سي كلها، اعمال المرمط واعمال الجي ار سي التركيب. الاعمال اللي قايمة في المنارة اعمال الجي ار سي، واعمال دهانات الكوليسترا اللي هي الصلبان، واعمال دهانات جسم المناره نفسه، وحاليا بنركب اسبوتات بروجيكتور عشان توضح شكل الصليب فوق. لما عملنا الكرانيش وقداسه البابا زارنا في يناير، قداسه البابا شاف ان الشغل جميل جدا وحضن الاب جميل جدا، طب الحاجات دي هتبقى عامله زي رقعه جديده في سياب عتيقه، فخد قراره الجريء ان هو يخلص الكاتدرائيه كلها. كانت الكاتدرائيه خرسانات، ما كانش فيها تشطيب خالص تقريبا، وابتدت كل الرخام ده يعني اللي كانت متشطبه الكاتدرائيه عباره عن تجاليد الحيطان كلها خشب، دي اتجلدت في عهد البابا شنوده، والارضيه الرخام كلها اتعملت، الرخام ده من ايام البابا شنوده قرار ايطالي، والعمدان كلها اتعملت رخام، وحامل الايقونات، وطبعا حامل الايقونات ليه تاريخ ممكن يحكى عنه على الرسم، وطبعا من المشهورين جدا في رسم الايقونات. Thank you.
بقى ابتدينا نخلص كل حاجة، ابتدينا بقى نبص لكل حاجة، لقينا حضرتك واجهنا كل ما بنقرب على حاجة نشتغل عليها بنلاقي إن إنها يعني نتيجة عوامل الزمن وعوامل التعرية، ونتيجة إن سنة 68 ما كانش فيه التكنولوجيا بتاعة 2018، فلقينا الحاجات دي كلها محتاجة تغيير. مثال زي كده مثلا كابلات الكهرباء، كابلات الكهرباء لقيناها متهالكة جدا، ضغطات التكييف لقيناها يعني حصل لها تآكل، فكان لازم قبل ما نشتغل في الحاجات دي لازم نغير كل السيستم دي بكامل. فغيرنا كابلات الكهرباء، شلنا نظام الإضاءة القديم، كان نظام الإضاءة القديم عبارة عن نظام إضاءة مباشرة. نظام الإضاءة المباشرة ده اللي هي الضوء بيبقى ساقط من فوق لتحت زي النجف يعني كده، لكن الإضاءة الحديثة دلوقتي إضاءة غير مباشرة، بتبقى من تحت لفوق، وانعكاس الضوء على الأسطح الخرسانية هو اللي بينور الكنيسة. آخر حياة البابا شنودة اتعملت كل التكييفات دي، ما كانتش موجودة قبل كده، يعني التكييفات دي ابتدوا خلصت مش ابتدت، كانت الكاتدرائية مكيفة في عهد البابا شنودة، اتعملت التكييفات واتعمل فيها الضغط ده اللي جواه التكييف، يعني ده ما كانش موجود بالمنظر ده، فهم لقوا فكرة معمارية اتعملت جديدة وتصميم بحيث ان يبقى التكييفات كلها متدارية ورا الضغط ده، واضافت للشغل الكاتدرائية منظر جميل، واضافت شغل للمعمار بتاعه اللي هي تبقى زي تاج فوق العمدان، وخدت فوق العمدان الرخام بحيث يبقى التكييفات كلها موجودة، وده في عهد قداسة البابا شنودة. هدفنا في النهاية ان احنا نحيي الشكل المعماري جوه الكاتدرائية ونوظفه بحيث اضافة الايقونات او الرسم الحائطي ما يكونش طاغي على الشكل المعماري بتاع الكاتدرائية، ودي كانت بالفعل مشكلة مواجهنا وتم حلها بسلاسة، وتم وضع كل ايقونة في اطار معين من الجي ار سي او الجي ار بي بحيث منظر الكاتدرائية من الداخل تكون سهلة ان الواحد يبص على الايقونات منفصلة بدون ما يحصل اي تشويه. الحقيقة احنا ابتدينا هنا بناء على تكليف من الشركة المنفذة وترشيح من اللجنة اللي هي المسؤولة عن اعمال التنفيذ هنا في تجديد الكاتدرائية. احنا يمكن عائليا احنا في مجال الرخام والجرانيت بما يزيد عن 60 سنة في هذا المجال، والحقيقة هي نفس العائلة بتاعتنا هي برضو اللي قامت سنة 88 برضو الحقيقة كان بتكليف من قداسة البابا شنودة واللجنة الفائنية القائمة سنة 88 بعمل العمدان الداخلية في الكاتدرائية. العمدان منفذة برخام كرارة، والحقيقة كان سنة 88 الأعمال الفنية دي كانت معظمها بيبقى أعمال يدوية. فالحقيقة برضو يذكر أنه قداسة البابا شنودة الحقيقة ساعدنا في أنه احنا نستورد ساعتها كان أحدث مكان سنة 88 لعمل مثل هذا الشكل من النحت، وده ما كانش موجود في مصر وأول مرة يتعمل في مصر، الكلام ده كان سنة 89. التجاليد اللي في الحيطان كملت، الجزء اللي فوق البلكون ده كمل ليه خشب واترسم من أول جديد، سقف البلكونة ده كله اتجهز وبقى حاجة جديدة موجودة. الرخام اللي في الأرضية ده خلال يومين هيكون بيركب الممر ده كله معمول ووتر جيت رخام، زائد الخرس، الخرس نفسه كبر، كان الخرس صغير طلعنا بالخرس لقدام علشان يكفي الاحتفالات اللي بتتعمل والرسومات ورسامة الأسقفة بالعدد الكبير. طبعا المجمع بتاع الأسقفة كبر قوي غير الأول، كنا طول عمرنا في أي احتفال بنزود الجزء اللي ورا ده خشب، عملناه من أول وجديد، زودناه رخام وتأسس حديد وبقى موجود فيه رخام بحيث يبقى ياخد كل المكان ده يكفي عدد الأسقفة الموجودين شمال ويمين، ومع الخرس نفسه طلع لقدام بمسافة كبيرة بحيث انه يساع ويبقى واسع وحاجة كويسة. ضفنا حاجة جديدة، الممر ما كانش موجود الخشبي اللي هو السور اللي قدام الكاتدرائية، الممر الملوكي دوت اللي بيدخل منه قداسة البابا، اتعمل ما بين ماتشنج ما بين كذا خامة، ما بين رخام وما بين حديد وما بين خشب، ثلاث حاجات دخلوا في بعض بحيث يبقى حاجة متجانسة بشكل صلبان جميلة، ومعها يفصل ما بين المقصورات الرخام اللي هتبقى موجودة، والمقصورات دي هتستعمل ستيشنز للتناول بعد كده، يعني حتى الناس اللي بتتناول في الكاتدرائية الفكرة المحطوطة للسيركوليشن التناول تبقى سهلة بحيث ان ممكن الناس تتناول بسرعة جدا في عدد قليل قوي، فدي هتساعد في الموضوع ده.
دلوقتي في أعلى نقطة في الكاتدرائية جنب صليب المنارة. المنارة كان جزء صعب جدا أثناء التطوير، خاصة السقالات اللي كانت طلعت بيها المنارة، لأن كان عندنا الجزء الشرقي والغربي المناسق للمنارة ده كان مبنى الديوان ما كانش يستحمل كمية السقالات اللي هتطلع. فالحقيقة عملوا تكنيك جديد بعد دراسة استمرت أكتر من 3 شهور لإزاي يطلعوا السقالات دي لغاية فوق، فعملوا بريدج من تحت، والتكنيك ده استعملوه تاني مرة في مصر بعد الكوبري رود الفرج أو محور رود الفرج. احنا جددنا من أول الصليب من فوق، الصليب والقبة جددنا الجزء اللي تحت ده كان برضو من العوامل التعرية وكده والمية والكلام ده كله. عملنا نقوش وزخارف بسيطة حوالين المنارة، نقوش وزخارف من الجي ار سي ونقوش وزخارف من المزيك، جميلة جدا، ادت شكل جميل للمنارة. كان برضو شفنا ان كل جسم نقدر من هنا نشوف كل جسم الكاتدرائية من فوق اتبيض واتدهن بطريقة جميلة جدا. الحقيقة المنارة من الحاجات اللي كانت تشالنجينج، يعني كانت فيها تحدي كبير قوي علشان نقدر نوصل لأعلى نقطة ونقدر نعمل أحلى شغل. قداسة البابا كلفنا برضو ان احنا واجهة الكاتدرائية الجميلة دي لازم يكون قدامها مقابل واجهة جميلة للمقر، واجهة جميلة لمبنى معهد الدراسات والمسرح. فالحقيقة هتشوفوا من هنا ان في اعمال بتتم في الواجهة بتاعة المقر، اعمال تجميل واعمال تطوير، وفي الانفراستراكشر بتاعة كل الاعمال الكهرباء والتكييفات والتليفونات، وكل ده اتغير واتحط فيه مسارات بحيث ما تكونش ظاهرة. تم صيانة كل الأبنية من أولها لآخرها، تم الحوائط تجليدها.